بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الآن عن الديدان الأسطوانية. الديدان الأسطوانية النوع الثاني من نوع الديدان. أخذنا الديدان المفلطح. الديدان الأسطوانية أكثر تعقيدا من الديدان إيش أنا مفلطح. تركيب الجسم هذه الديدان تتميز بإيش أنا أسطوانة الشكل، عشان كده يسموها الديدان الأسطوانية. اللي قبلها مفلطحة هذه تتميز يسموها النيماتودا، اسمها أحيانا يسموها النيماتودا. تتميز هذه الديدان طبعا بين شكلها زي ما ذكر أسطواني. شوف لاحظ الشكل أسطواني مدبب الطرفين. التجول الجسمي فيها كاذب. اللي قبله قلنا المفلطحة التجول الجسمي يكون فيها إيش هنا عديم تجول، هنا كاذب. التناظر جانب الجسم غير مقسم لقطع. المفلطحة الجسم مقسم لقطع، هنا لا غير مقسم لقطع. وكذلك تتميز بوجود إيش هنا بتجول الجسم الكاذب، إنه فيها فم وفيها شرج. هناك اللي قبله ما فيها شرج. هذه الديدان تتميز إنها مدببة الطرفين زي ما ذكرنا، طرفين تكون مدببة وطولها بالمليتر إلى حوالي 9 أمتار. تعيش طبعا بعضها يعيش في الماء العذب والمالح وعلى اليابس أو متطفلة على الإنسان وعلى الحيوانات والنباتات. التغذي والهضم في هذه الديدان، احنا ذكرنا اللي قبلها حره ومطفله، كذلك نفس الطريقه لها جهاز هضمي. هنا يتكون شوف من انبوب يبدا بالفم وينتهي بالشرج. هناك ذكرنا ما فيها شرج، لازم تحاول تقارن الاثنين. المتميز طبعا هنا يبدا بالفم وينتهي بايش هنا بفتحه الشرج بالنسبه لهذه الامعاء. طبعا فيها الامعاء والمريء، لاحظ ظهور ايش هنا بس ما ظهر عندي لا كبد ولا جذع المختلف. التغذيه تكون متطفله وحره، تغذى على الحيوانات الصغيره او مترممه على بقايا الحيوانات النباتات. هذا بالنسبة للتغذية. الديدان طبعا عندنا جهاز الدوران والتنفس والإخراج والاستجابة زي ما ذكرنا السابق، نفس الطريقة هنا ما فيها لا جهاز دوران ولا جهاز تنفسي. إذا لاحظ هنا التنفس وجهاز الدوران، طبعا هنا لا يوجد تنفس وجهاز دوران، وينتقل الغازات والغذاء بعملية الانتشار ما فيها الجهاز. بينما هنا الجهاز الإخراجي هنا نفس الطريقة، فيها خلايا اسمها خلايا هنا خلايا لهبية نفس السابق. الاستجابة للمثيرات هنا أكثر تعقيدا. في الاستجابة المثيرات وجود جهاز عصبي هنا يتكون من حبال عصبية على طول الجسم، حبال عصبية على طول الجسم. لاحظ هنا الحبال العصبية، ثم هذه طبعا متصلة بعقل عصبية، واللي بعد تراكيب تمكنها من التمييز بين الضوء والظلام، يعني تميز بين الضوء والظلام. يعني هذا ميزة لها، أول مرة تكون تميز بين الضوء والظلام، خاصة أنواع الحرة اللي تعيش معيشة حرة. إذا فيها جهاز عصبي، في حبال عصبية متصلة بعقد عصبية أمامية، لكن ميزتها هنا تميز بين الضوء والظلام. الحركة في الديدان الأسطوانية، الحركة فيها عضلات تمتد على طول الجسم، عشان كده تساعدها في انقباض المبسط. عند انقباض المبسط تتحرك الجسم، طبعا هي تدفع بالشيء اسمه السائل عكس اتجاه السائل، فيتسمى طبعا تحرك هنا تدفع الجسم الدودة في عكس الدودة، طبعا في عكس اتجاه السائل في اتجاه الجسم الكاذب، وتحرك حركة ملتوية. هذه ميزة عشان تساعدها على الحركة. ما الهيكل الدعام الماء؟ هذا اللي ذكرنا عليه. هيكل الدعام الماء هو عبارة عن السائل داخل مكان مغلق يعطي صلابة وقوة للعضلات للعمل في اتجاه معاكس. يعني العضلة كانت اتجاه الأمام تصير هذه تكون معاكس في اتجاه الخلفي، فيدفع الجسم إيش إلى الأمام. التكاثر في الديدان الأسطوانية نفس الطريقة. هذه الديدان الأسطوانية تكاثر جنسي، والإخصاب فيها إخصاب داخلي، الإخصاب فيها داخلي. تتميز الديدان الأسطوانية طبعا أنواع الحرة إنها طبعا تفقس البيض ثم تخرج يرقة تنمو مكونة دودة بالغة. المطفلة طبعا تكون في جسم الإنسان، وجود عائلين، وجود عائلين تحتاج وجود عائلات عائلين بالنسبة لعملية نقلها. هذه الديدان أو أكثر. لماذا تعد هنا الديدان الأسطوانية مثالا جيدا لإجراء البحوث؟ يعني لو جانا سؤال عن لماذا تعد بعض الديدان الأسطوانية مثالا جيدا لإجراء البحوث، ليش؟ لأنها قلة عدد خلاياها وسرعة نموها، بيعطينا سرعة نموها سريعة، عشان كذا يسهل عملية إجراء البحوث عليها. خصائص في عندنا نوع ثاني اسمه الدوارات، ضمن هذه الديدان الأسطوانية لكنها بصفة مستقلة. الدورات طبعا يقصد بها العجليات أو حامل العجل، يسموها حامل العجل. تعيش هذه غالبا في الماء العذب مثل البرك والبحيرات. التناظر فيها جانبي نفس الديدان السابقة، وتجوف الجسم فيها كاذب. القناة الهضمية لها فتحة فم وشرج نفس الديدان الأسطوانية، بس اختلاف فيها بسيط أنها تمتلك أهداب تستخدم في الحركة والإمساك بالمواد العضوية والغذاء. شوف هذه لاحظ فيها أهداب أمامية في الأمام. التنفس بالانتشار نفس جهاز دوران بالانتشار. توجد منطقة الرأس بقع عينية، هذه ميزتها لها، ومجسات تساعدها على ايش هنا حسية، تساعدها حسية. هذه ميزة العجليات، نوع من انواع قسم خاص بالديدان الأسطوانية. هذه طبعا مكونات. تكاثر فيها جنسي زي ما ذكرنا بالنسبة هذه. في عندنا الآن تصنيف للديدان الأسطوانية. عندنا طبعا صنف، عندنا نوع اسمها الديدان الشعرية، نوع من انواع الديدان الشعرية، بنعرف ايش المرض تسببه وكيف ينتقل للإنسان. الديدان الشعرية تسبب مرض اسمه التريخينيا أو الداء الشعرية. هذا انتقال المرض عند أكل اللحوم طبعا الخنازير، تنتقل هذه الديدان الجسم أو الحيوانات البرية المصابة.
الحيوانات البريه مصابه، بعض الحيوانات البريه زي الغزلان وكذا تكون مصابه، هذه الديدان ممكن تنتقل اليها الجسم. هذه طبعا هذه الوسائل اللي يتم خلالها نقل ايش الى حيوانات اللي تنتقل الجسم الانسان. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم اكل هذه الحيوانات، واكل كذلك ايش بعض الحيوانات الصور الامام محرم اكلها، وكذلك ايش الخنزير. طريقه الاصابه تدخل يرقع عن طريق الفم الى جسم العائل عند تناول لحم غير مطهي جيدا، وتتم وتنضج خلال يومين. طبعا هذه اليرقه تنتقل لجسم الانسان، بعد ذلك تبدا ايش تنمو وتكون ايش يرقه مكتمله النمو. طبعا هنا طرق الوقايه عدم تناول لحم الخنزير، تناول اللحوم جيدا، ما اعراض مرض الترخين، اعراض طبعا هذا اسهال وغثيان وقيء، وحينما تمر طبعا الدوله طبعا يساعد صداع والم في العضلات، ممكن تاثر على جسم الانسان تورم في الوجه انها تذهب الى اماكن العضلات في الجسم، وكذلك تسبب نزيفا تحت الجلد، وقد تضع الديدان اكياس في الحجاب الحاجز وتساعد عمليه التنفس تكون صعبه جدا داخل حجاب الحاجز. الديدان النوع الثاني الخطافيه، الديدان الخطافيه هذه من الديدان الخطافيه. طبعا انتقال الديدان تنتقل عن طريق المشي في التربه حافيه. شوف احنا ذكرنا قبل شوي انه في عندنا الدود بالهارز ينتقل اذا كان مشي الشخص حافي في المياه، هنا اذا مشي حافي في التربه خاصه المزارعين تكثر عند المزارعين تنتقل هذه الديدان الى جسم الانسان. بنشوف طبعا طريقه الاصابه، طبعا هذا المشي الحافي هذه الدوده داخل اسمها تخترق الدوده الجلد الانسان، تنتقل للرئتين عبر اللوعه الدمويه، ثم تنتقل للقصبه الهوائيه. بنلاحظ شوف كيف هنا تنتقل وتكون على شكل جزء نتوء نسميها، تنتقل القصبه ثم البلعوم ثم الامعاء وتستقر فيما فيها وتتغذى على الدم والانسجه. شوف لاحظ هنا تبدا عمليه انتقال جلد الانسان، تخترق جلد الانسان ثم تنتقل للرئتين عبر اللوعه الدمويه، ثم تنتقل بعد ذلك شوف تروح من الجلد للرئتين وترجع مره ثانيه للقصبه الهوائيه ثم البلعوم ثم الامعاء وتستقر فيها وتغذى على انسجه الجسم والدم. الوقايه طبعا لبس الاحذيه وعدم المشي حافيا طرق. اذا هذه الديدان طبعا نقي نفسنا بعدم الاصابه بها عن طريق عدم المشي حافيا. ديدان النوع الثالث الرائع اللي نسميه السكارس، النوع الثالث السكارس، هذه تنتقل غالبا عن طريق تناول الخضروات الغير مغسوله جيدا. توجد في التربه والمناطق الاستوائيه القريبه منها، تنتقل جسم الانسان تناول الخضروات الغير مغسوله جيدا او الايدي الملوثه. لذلك ينصح بعدم استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعه، من هذه احد الاسباب تؤدي النقله. طبعا هذه تدخل عبر الفم ثم تستقر في الامعاء وتمتص الغذاء، تكون طبعا شرسه بالنسبه لانه فيها ذكر وانثى. هذه تنتقل لجسم الانسان طبعا تنتقل عبر الفم ثم تذهب الى ايش في الامعاء وتمتص الغذاء والامعاء. طبعا تكون تصاح المواد الغذائيه تكون ايش كميات كبيره من المواد الغذائيه المفيده المهضوم من جسم الانسان. الديدان النوع الدبوسيه، طبعا هذا اسم الدبوسيه يعني شكل الدبوسية. طبعا هذه تصيب الاطفال، الاطفال يضعوا الالعاب دائما، الطفل الصغير عندما يلعب يضع الالعاب في فمه او كان يكون ايش والانسان في افواههم فتنتقل لجسم الانسان او الاطفال بسهوله. لذلك طبعا هذه ينصح طبعا الاطفال بان تكون ايش تكون هذه المواد مغسوله جيدا. تعيش في معالي الانسان وتنتقل ليلا للشرج وتصبح تضع بيضها، عشان كذا الطفل الصغير يحس بحكه بسبب ايش في الشرج، تنتقل البيوض الى اليد وتبقى في اليد اذا لم يتغسل. طبعا اذا الطفل حك الشرج بيده تنتقل هذه البويضات اليد، ثم بعد ذلك ايش تنتقل الى اطفال اخرين او الى فمه. وعندما تنتقل العائل تفقس عند ابتلاعها. طبعا هذه الديدان نقول عليها الدبوسيه، زي الدبوس طويله جدا، وهذه بيوضها بالنسبه للديدان الدبوسيه. دود الفيلاريا النوع الاخير اسمه الفيلاريا، وهذه الديدان الاسطوانيه، وهذه مشكلتها انها تنتقل المرض اسمه مرض داء الفيل، داء الفيل من اسمها طبعا سهل لحفظه، داء الفيل لانه القدم تصبح كبيره جدا زي الفيل فسموها داء الفيل. سمي بمرض داء الفيل لان القدم تتضخم تصبح مثل قدم الفيل. طبعا ناقل البعوض زي هناك اخذنا مرض اسمه مرض الملاريا، ينتقل عن طريق البعوض البلازمودي ينتقل عن طريق البعوض، كذلك هنا نفس الشيء ينتقل عن طريق البعوض. طبعا هذه البعوض تقوم بنقله الى الانسان. طريقه انتقال الدوده عندما تلبى الانسان مصاب تنتقل الى اجنه الدوده، تنتقل الى وعندما تلدغ انسان اخر تنتقل الدوده للجهاز اللمفاوي، عشان كذا اللمفاوي توسع الاوعيه اللمفاويه فما يعود الدم الى الجسم فيتجمع السوائل تكون داخل الجسم. هنا طبعا تسد الاوعيه اللمفاويه تسبب تراكم السوائل في الجسم وتنتفخ الاقدام، لذلك طبعا انتفاخ يسبب انتفاخ الاقدام. الوقايه طبعا القضاء على البعوض الناقل، هنا القضاء على البعوض الناقل. هذا بالنسبه لدرسنا ايش هنا عن الديدان الاسطوانيه، ان شاء الله الان بننتقل الى درسنا عن الرخويات.